السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله بإذن الله النهاردة هنبدأ مع بعض شرح وحدة جديدة من منهج كونكت بلس برايمري 1، وان شاء الله بإذن الله النهاردة هنشرح مع بعض الوحدة الثانية يونت 2. بس قبل ما نبدأ في الشرح يا ريت اللي ما اشتركش في القناة يشترك عشان يتابع كل جديد معايا، وندوس لايك عشان ندعم الفيديو. طيب هنبدأ بسم الله ونقول عنوان الوحدة بتاعتنا النهاردة اسمها ميت ماي فاميلي. ميت ماي فاميلي، ميت معناها يقابل، وطبعا طالما الجملة بتاعتك بدأ بكلمة ميت فهيكون هنا معناها قابل. ماي فاميلي معناها عائلتي، خدنا ماي اللي هي صفة ملكية تخلي الاسم اللي هيجي بعديها بتاعي أنا، فكلمة فاميلي معناها عائلة. فاميلي 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 معناها عائلة، يبقى ماي فاميلي عائلتي. واضح طبعا من عنوان الوحدة اللي احنا هنتكلم على افراد الاسرة اللي انت عايش وسطيهم، بابا وماما وتيتا وجدو واختك واخوك وعمك وعمتك ولاد عمك ولاد عمتك وخالك وخالتك وكل الناس الحلوة دي. اوكي طيب هنبدأ كده اول حاجة، والاعضاء الاكبر سنا في العائلة يعني اللي هم الكبار اللي ربنا يخليهم لنا كلنا، اللي هم الجد والجدة. الجد معناها grandpa، الجد معناها grandpa grandpa grandpa. طب والجدة معناها grandma grandma grandma، يبقى اللي فيها با اللي جد، واللي فيها ما اللي هي الايه الجدة، يبقى grandpa الجد و grandma الجد. طيب بعد كده الاب معناه dad up dad up dad، ام mom ام mom. ايه ده يا ميس؟ مش اب كان معناها father وام معناها mother؟ عادي خالص، في المنهج العادي مديك father ومother الاب والام، هنا مديك dad ومام، عادي كلها برضو نفس الايه المعنى. بعد كده عندي الطفل رضيع اللي هو البيبي، بيبي بيبي بي اي بي واي بيبي، طفل رضيع. براذر براذر اخ براذر، التي والاتش هنا بيتنطقوا ذه ولازم اطلع مقدمه اللسان. براذر اخ، سيستر اخت سيستر اخت اس اي اس تي اي ار سيستر اس اي اس تي اي ار سيستر. عم او الخال تمشي ده وتمشي ده، انكل انكل. اليو هنا الساوند او الصوت بتاعها ا ا، يبقى يو ال ان ان، وهنا السي هتتنطق ك، ليه؟ عشان جه بعديها لتر ال، فلتر ال مش من الثلاث حروف اللي هو السي بيحبهم اللي هم الواي والاي والاي، فبالتالي هيتنطق ايه ك، انكل انكل. طبعا هنا الاي اللي في الاخر سايلنت. عمه او خاله معناها انت انت، نفس النطق بتاع كلمه انت نمله، لكن انت نمله اي ان تي، لكن انت عمه او خاله في حرف يو هنا زياده في الكلمه انت، لكن نفس النطق انت، يبقى عمه او خال انكل، عمه او خاله انت. كازن 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 بقى اللي هي اولاد او بنات العم او العمه او الخال او الخاله، هنا السي برضو اتنطقت ك ك، وخلي بالك هنا ان حرف الاس ما قلتش كازن، لا نطقتها زد كازن كازن سي او يو اس اي ان كازن. اوكي بعد كده هناخد اداه الاستفهام هو، وهو معناها من، خلي بالك هنا ان حرف الدبليو سايلنت مش بيتنطق، هو من هو من. طبعا في ادوات استفهام كتيره لكن احنا النهارده هناخد اداه واحده اللي هي هو. اداه استفهام يعني اداه بتبقى موجوده في اول السؤال، ايش عرفك يا ميس ان ده سؤال؟ هتلاقي اخره question mark علامه استفهام، يبقى معنى الكلام ده ان ده ايه سؤال وبيبدا باداه استفهام اسمها ايه هو. طيب تعالوا بقى ناخد السؤال اللي هو عندنا النهارده، هو از ذس هو از ذس، يعني ايه ميس هو از ذس؟ يعني معناها من هذا او من هذه، يعني بالعاميه كده هو مين ده او مين دي. يعني مثلا لو انت قاعد في السكول المدرسه ومعدي من قدامك شخص ما تعرفوش، فبتسال زميلك بتقول له هو اللي معدي ده مين مين ده، فهتقول له ايه هو از ذس هو از ذس، من يكون هذا مين ده او مين دي. طيب عشان اجاوب او صاحبك ده او زميلك ده عشان يرد عليك ويجاوب يقول لك والله ده كذا او دي كذا، هيقول لك ايه؟ اول حاجه بنشطب عليها اللي هو اللي هي اداه الاستفهام،
وبعد كده بعمل كروس. يعني كروس يعني ببدل الأماكن ما بين كلمة is وما بين كلمة this، هتبقى this is. this is معناها هذا أو هذه. وبعد كده هقول الشخص اللي هو واقف قدامك وانت بتسأل وبتقول هو مين ده. فمثلا لو واقف قدامك باباك فهتقول this is my dad، هذا، لأن this معناها ايه؟ هذا. وهناخدها كمان شوية، this is، هذا يكون my dad، والدي أو أبي، لأن my صفة ملكية بتخلي الاسم ده بتاعي أنا. فداد معناها أب، يبقى my dad أبي، بابايا أنا. this is my mom، هذه أمي. إيه ده يا مس؟ مش this معناها هذا؟ لا، أنا قلت this معناها هذا أو هذه، تمشي الاتنين مذكر ومؤنث. this is my mom، هذه أمي، خلوا بالكم من الماي. this is my grandpa، هذا يكون جدي، يعني هذا جدي. this is my grandma، هذه تكون جدتي أو هذه جدتي، عادي خالص. this is my brother، هذا يكون أخي أو هذا أخي. this is my sister، هذه تكون my sister، أختي. يبقى السؤال بتاع who is this، من يكون هذا أو من تكون هذه، يعني مين ده أو مين دي. عشان أجاوب هقول this is وهقول الشخص اللي قدامي. طيب أخذنا الوحدة اللي فاتت السؤال بتاع what's your name، اسمك ايه؟ برافو عليكم. طيب امتى بستخدم السؤال ده؟ لو واقف قدامك ولد هتقول له what's your name، واقف قدامك بنت هتقول لها what's your name، واقف قدامك اشخاص كتيرة وعايز تقول لهم انتوا اساميكم ايه هتقول what's your name. يبقى your بستخدمها مع اي حد واقف قدامي سواء ولد او بنت او جمع. طيب فرضا دلوقتي انت قاعد مع زميلك اللي هو قاعد مقلسنا من الوحدة اللي فاتت دون، وبرضه واحد معدي وبتسأله وبتقول له هو الشخص اللي عدى ده اسمه ايه؟ ما اسمه؟ محدش يقول لي what's your name. لا، what's your name دي بستخدمها لما يكون الشخص واقف قدامي وجها لوجه، انا بسأل على واحد معدي وبقول له هو ده اسمه ايه، فهقول what's his name، لان هذه صفة ملكية تخلي الاسم اللي هيجي بعديها بتاعه هو. يبقى his name اسمه، what's his name. نفس الكلام لو واحدة معدية وبتسأل زميلك على اسمها فهتقول له what's her name، هي اسمها ايه. يبقى انا عندي فيه ثلاث اسئلة شبه بعض، اللي هو السؤال عن الاسم لما احب اسأل عن اسم حد. اسأل نفسي الاول هو الشخص ده واقف قدامي فهقول له what's your name، هل الشخص ده مذكر فهقول what's his name وطبعا مش واقف معايا، ولو مؤنث هقول what's her name. طب وفي الاجابة؟ خدنا الاجابة بتاعت سؤال what's your name، جبت ماي دي منين؟ يور في الاجابة بتنزل ماي، بشطب على اداة الاستفهام اللي هي what، هيتبقى لي is لان الابوستروفي اس دي اختصار ل is اللي هي الفيرب تو بي، هيتبقى لي is ويور نيم، هعمل برضو بينهم ايه؟ كروس او مقص. فيور نيم في الاجابة هتنزل ماي نيم، والاز اهي نزلت اهي، وبعد كده هيقول لي ايه؟ هيقول لي اسم. جبت هيز نيم از منين؟ برضو من السؤال، هشطب على وات وهعمل مقص ما بين از وي هيز نيم، هيز نيم اهي نزلت زي ما هي والاز نزلت ايه بعديها. نفس الكلام برضو هنا، هير نيم نزلت الاول وبعد كده از، يبقى الوحيده اللي بنغيرها في الاجابه اللي هي يور بتنزل في الاجابه ايه؟ ماي. طيب بعد كده هنتكلم على الادجكتيفز اللي هي الصفات. يعني ايه من الصفات؟ صفات يعني بوصف شخص او بوصف حاجه او بوصف شيء بحاجه معينه. يعني مثلا لو مامتك قالت لك يا محمد انا عايزاك توصف لي دلوقتي السرير اللي قدامك، فانت هتوصفه هتقول لها ايه؟ والله يا ماما السرير دون لونه بني، يبقى بني دي تعتبر صفة. وكمان يا ماما السرير ده كبير، يبقى كبير تعتبر صفة. وكمان يا ماما السرير دون طويل، يبقى طويل تعتبر صفة. وكمان يا ماما السرير دون متلمع ومتنظف وجميل جدا وشكله كده نظيف، يبقى كلمة نظيف صفة. يبقى هي دي بمنتهى البساطة الصفة. يبقى الصفة بوصف حاجة او بوصف شيء او بوصف اسم.
نديك النهارده كذا صفه تعالوا نحفظهم مع بعض. اول صفه هي صفه الطويل، طويل معناها tall. خلي بالك هنا ان الايه مش بفتح بقي واقول tall، لا بنطقها كده اكنها او فبقول tall، طويل tall طويل، عكسها short قصير، شورت قصير، الاس اتش هنا اتنطقت ش ش شورت. كبير في السن معناها اولد، اولد كبير في السن اولد. طيب صغير في السن يونج، صغير في السن يونج. يفضل ان انت ما تقولش يونج ج ج، لا مش عايزاك تنطق الجي، عايزاك تخلي لسانك كده جوه وانت بتقول الجي فما تنطقهاش اصلا، فهتقول يونج يونج. تمام. طيب بعد كده كلمة مضحك معناها funny، funny f u n n y، funny f u n n y funny. وعطوف معناها kind kind kind. اوكي يبقى احنا كده خدنا مجموعة من ال adjectives الايه الصفات. تعالوا بقى دلوقتي نكون جمل بسيطة وسهلة جدا 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 فيها الصفات اللي احنا حفظناها. ايه ده يا ميس هنكون جمل؟ اه هنكون جمل عادي خالص. طب يا ترى الجملة بتاعتنا هتبدأ بإيه؟ ها مين مصحصح ومركز؟ الجملة المثبتة الأفيرماتيف العادية خالص المفروض بتبدأ بالإيه؟ برافو عليكم، بالسبجكت الفاعل. الفاعل ممكن يكون اسم ناون وممكن يكون بروناون ضمير شطار، والكلام ده شرحناه في حلقة التأسيس اللي هي اتكلمنا فيها على السبجكت بروناونز ضماير الإيه؟ الفاعل. يبقى انت السبجكت الفاعل اللي هنبدأ بيه الجملة ممكن يكون ضمير I he she it you we they، ممكن يكون اسم مفرد وممكن يكون اسم جمع، يا اما pronoun يا اما ايه noun. طيب بعد الفاعل هحط الايه؟ هحط الفعل. الفعل اللي احنا هنستخدمه النهاردة هو verb to be، verb to be، verb to be. هل يا ميس انا كده بكتب في الجملة verb to be؟ لا طبعا، verb to be دي المقصود بيها كلمة من ثلاث كلمات، يا am يا is يا are، am is are. خلي بالك هنا ان الاس مش بقولها اس، لا بقولها is بتتنطق زد، are الاي هنا اللي في الاخر silent مش بتتنطق، am is are. طب ايه يا ميس الحيره دي؟ طب انا هحط ام ولا هحط از ولا هحط ار؟ هنبص على الفاعل. الفاعل اللي عندك لو اي هنحط ام، والفاعل عندي هي او شي او ات او اي اسم مفرد في الحاله دي هحط از، ولو الفاعل عندك يو او وي او ذي او اي اسم جمع في الحاله دي هحط ار. وطبعا الكلام ده هنلاقيه برضو مشروح في سلسله التاسيس الحلقه اللي شرحنا فيها الفيرب تو بي. تمام. وبعد كده هنحط الايه الصفه اللي هي الادجكتيف عشان اكون جمله بمنتهى البساطه. هبدا الاول بالفاعل السبجكت اللي ممكن يكون ضمير وممكن يكون اسم، وبعد كده هحط الفيرب تو بي، ومش المقصود ان انا هحط كلمه فيرب تو بي، لا هحط كلمه من ثلاث كلمات ام او از او ار بنحطهم بناء على الفاعل، وبعد كده هنحط الايه الصفه. تعالوا نطبق. لو انا دلوقتي عايزه اقول انا طويل، انا اللي هو اي، الاي بتاخد مين؟ برافو، الاي بتاخد الام، يبقى اي ام. وطويل معناها ايه؟ تول، يبقى اي ام تول، انا اكون طويل. لكن في الترجمه بنقول انا طويل، مش لازم تقول اكون، يكون، نكون، مش لازم. لكن في الكتابه لازم اكتب الفيرب تو بي، طالما الجمله بتاعتي ما فيهاش فعل فلازم جملتي يكون فيها فيرب تو بي. هي از شورت، هو يكون قصير او هو قصير. She is kind، هي تكون عطوفة أو هي عطوفة. You are funny، أنت تكون مضحك أو أنت مضحك. We are old، نحن نكون كبار السن أو نحن كبار في السن. They are young، they هم are يكونوا young صغيرين في السن، او هم صغيرين في الايه في السن. هناخد بالنا من حاجه تانية، ان الصفات لا تجمع. يعني ايه مس الصفات لا تجمع؟ يعني هنا لما جيت في الجمله بتاعت we are old، we معناها ايه؟ نحن. محدش يقول لي هنا old هنحط لها s عشان we نحن جمع، ما ينفعش اقول we are old، الصفه لا تجمع سواء للفاعل مفرد I او he او she، او حتى لو كان جمع we they the cats القطط the dogs الكلاب،
the houses المنازل، ايا كان الفعل عندك مفرد الفعل عندك جمع، الصفة بتفضل زي ما هي، مفيش حاجة اسمها youngs ولا olds ولا kinds ولا shorts ولا talls، مفيش، لا مفيش الكلام ده، الصفات لا تجمع. تمام كده. بعد كده هنتكلم مع بعض على ضمائر الإشارة. ضمائر الإشارة اللي هي يعني زي أسماء الإشارة في اللغة العربية كده، هذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء. أنت عندك أسماء إشارة في اللغة الإنجليزية؟ آه، اسمها ضمائر إشارة زيها زي الإيه؟ العربي. طب هم يا ميس عددهم قد إيه؟ هم عددهم 4، 2 بنستخدمهم مع الحاجة القريبة مني، و2 بستخدمهم مع الحاجة البعيدة عني. طب يا ميس الأول يعني إيه ضمائر إشارة؟ ما تفهمينا الأول معناها. هي باينة من اسمها، إشارة معناها بيشاور، يعني لما أنا أكون قاعدة وبشاور على حد وعايزة أقول هذا كذا، هذه كذا، هؤلاء كذا، يعني ده كذا أو دي كذا أو دول كذا، يا ترى هقول إيه؟ قال لك والله لو الحاجة دي قريبة منك زي ما اتفقنا، يا إما هقول this يا إما هقول these. نقولهم تاني، this these this these. ال T وال H هنا بيتنطقوا ذا، نفس الكلام برضو هنا بيتنطقوا ذا، this these. تمام. يبقى مش دلوقتي لما أحب أشاور على حاجة قريبة مني وعايزة أقول ده كذا أو دي كذا أو دول كذا، يا إما هقول this يا إما هقول these. برافو عليك. طب إيه برضو الفرق ما بينهم؟ إمتى أقول دي وإمتى هقول دي؟ هقول لك الموضوع بمنتهى البساطة جدا، إن this و these دول 2 إخوات، واحدة فيهم كانت شقية ومش بتسمع كلام مامتها، واحدة فيهم كانت كويسة كده وبتسمع كلام مامتها جدا جدا جدا. This هي اللي كانت الشقية اللي مش بتسمع كلام مامتها، كانت مامتها كل يوم تقوم تعمل لها كوباية اللبن، تقول لها يلا يا this عشان تشربي اللبن، فبتقول لها لا يا ماما انا مش عايزه اشرب انا ما بحبوش. عشان كده هي هتكون ضعيفه ولا قويه؟ برافو. طبعا اللي مش بيشرب اللبن بيكون ضعيف، وبالتالي this هيجي بعديها اسم مفرد يعني حاجه واحده، ودي نتيجه اللي مش بيشرب اللبن. لكن تعالوا بقى عند اختها this. this بقى دي كانت بتسمع كلام مامتها، كانت برضه بتجيب لها كوبايه اللبن، لكن this بقى كانت ايه؟ نصحة وشاطرة، فكانت بتشرب كوباية اللبن كلها. عشان كده هي هتبقى ضعيفة زي this ولا هتبقى قوية؟ برافو عليكم، هتبقى ايه؟ قوية. حتى بصوا في النطق، this this بقولها على طول، لكن this بصوا بطول فيها عشان قوية ازاي. يبقى this بيجي بعديها اسم مفرد حاجة واحدة بس، لكن this هيجي بعديها اسم الجمع. عشان كده this الترجمة بتاعتها هذا أو هذه، لأني بشاور على حاجة واحدة، لكن these ترجمتها هؤلاء لأني بشاور على حاجات إيه؟ جمع. فهل يا ترى دلوقتي يا ميس هقول this أو these وبعد كده الاسم المفرد أو الجمع على طول؟ لا، خلي بالك لازم نحط ال verb to be، لأن اتفقنا مفيش جملة عندي في اللغة الإنجليزية مفيهاش فعل. this هتاخد is، حتى this آخرها s و is آخرها s، و these هتاخد ار عشان بنتكلم على ايه؟ على جمع. برافو عليكم. حتى ار اخرها ايه و these اخرها ايه، تقدر تعلمهم بكده. وبعد كده هقول الاسم المفرد السنجلر ناون او البلورال ناون اللي هو الاسم الايه؟ الجمع. يبقى دلوقتي لو انا قاعده وبابا قدامي وعايزه اقول هذا ابي، يلا هذا، اه يا مس هذا اللي هو ضمير الاشاره، هذا معناها حاجه واحده this طالما قريب مني. وطبعا this لازم على طول اقول الفيرب تو بي بتاعها اللي هو الايه؟ الاز. this is my dad، هذا يكون ابي او هذا ابي. this is my grandpa، هذا يكون جدي او هذا جدي. طب تعالوا عندي this are بتاعت الجامعة، لو قدامي my cousins اولاد عمي، يا ترى ده مفرد ولا جمع؟ لا يا مس اولاد عمي دول كتير جمع، يبقى هقول this ولا هقول this؟ اي مس لا، ده هنقول بقى this اللي بتشرب اللبن، فهقول this وما ننساش are، these are my cousins، هؤلاء يكونوا اولاد عمي او هؤلاء اولاد عمي. قلنا في الترجمه مش مشكله، ممكن اشيل يكون خالص، لكن في الكتابه لازم انا اكتبها. these are my sisters، هؤلاء يكونوا اخواتي الايه؟ البنات، لان سيستر معناها اخت، يبقى ماي سيسترز اخواتي الايه؟ البنات. يبقى this these بمنتهى البساطه بستخدمهم لما احب اشاور على حد واقول هذا او هذه او هؤلاء. الفرق ايه؟ ان this بتيجي مع المفرد و these بتيجي مع الايه؟ الجمع. طيب
دلوقتي بقى هناخد جزئية كده مهمة جدا جدا، وهو السؤال اللي بيبدأ بدو او داز. دو وداز، دو وداز. دو او داز دول اسمهم افعال مساعدة او auxiliary verbs. دو وداز النهاردة هناخدهم بيجوا في اول السؤال، يعني السؤال لسه قايلين، يعني بتلاقي كده جملة طويلة واخرها question mark او علامة استفهام، دي كده ما اسمهاش جملة عادية، لا ده كده اسمه سؤال. اول ما تلاقي السؤال بتاعك بادئ بكلمة دو او اختها اللي هي كلمة داز، اعرف على طول ان السؤال بتاعك معناه هل. نقولها كمان مرة، اول ما تلاقي سؤال يعني اخره علامة استفهام، السؤال ده بيبدأ بكلمة دو او كلمة داز، اعرف على طول ان السؤال ده معناه هل. تمام. طب يعني تكملت الجملة هيبقى ايه؟ بعد الدو والداز هيجي الفاعل، وخدنا الفاعل وشرحناه في فيديو التأسيس الاول اللي اتكلمنا فيه على ضمائر الفاعل، وقلنا الفاعل ممكن يكون ضمير I, he, she, it, you, we, they، ممكن يكون اسم مفرد وممكن يكون اسم جمع. برافو عليك. وبعد الفاعل هيجي الفعل. الفعل بقى عندك play، يلعب، eat، يأكل، drink، يشرب، في افعال كتيرة جدا جدا. النهاردة هناخد فعلين بس. اول فعل اللي هو have، وخدناه بمعنى يملك او يمتلك، وبرضو خدناه في الوحدة الاولى. والفعل التاني او الفرب التاني اسمه help، help ومعناها يساعد. يبقى كده السؤال بتاعك اصبح التكوين بتاعه عامل ازاي؟ يا ميس ده صعب جدا. لا مش صعب ولا حاجة، تعالى نغنيها مع بعض. do او does فاعل فعل، do او does فاعل فعل، do او does فاعل فعل. يرد عليا حد مصحصح يقول لي طب يا ميس دلوقتي انت قلتي دو وقلتي داز، طب امتى هستخدم دو وامتى هستخدم داز؟ برافو عليك. الاثنين في اول السؤال معناهم هل، لكن دي امتى بتيجي ودي امتى بتيجي؟ دو وداز بيتحطوا بناء على الفاعل. قال لك لو الفاعل اللي عندك هي او شي او ات او اي اسم مفرد، في الحالة دي هنختار الداز. لكن الـ I والـ you والـ we والـ they أو أي اسم جمع هنختار معاهم الـ A الـ do. طب أنا يعني مش عارف دلوقتي أحفظ وحاسس اللي أنا هتلخبط، هقول لك على علامة مميزة جدا جدا جدا. إحنا قلنا إن الـ he والـ she والـ it تلات إخوات بيحبوا جدا اس. نقولها كمان مرة، الـ he والـ she والـ it تلات إخوات بيحبوا جدا اس. يعني إيه مس بيحبوا اس؟ يعني بيحبوا حرف الاس. عشان كده هيختاروا الدو اللي ما فيهاش اس، ولا هيختاروا الداز اللي فيها اس؟ اي ميس طالما بيحبوا الاس يبقى هيختاروا الداز. برافو عليك. الجمله دي هتفيدك جدا 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 جدا. فاكر الفيرب تو بي اللي شرحناه في الفيديو الثاني من فيديوهات التاسيس، وقلنا ان الهي والشي والات بياخدوا فيرب تو بي ايه؟ برافو، كانوا بياخدوا اس اللي فيها برضو اس. قيس بقى على كده حاجات تانية برضو، الهي والشي والات بيختاروا الكلمة اللي فيها اس. نرجع تاني نجمع افكارنا. السؤال اللي بيبدأ بدو او داز بيكون معناه هل، وبيجي بعديه الفاعل، واخر حاجة الفعل. تعالوا نشوف جملة. Do you have a sister؟ ايه مثل الجملة دي؟ تعالى نترجم كلمة كلمة. يلا دو، يا مثل انت قلتي ان السؤال اللي بيبدأ بدو او داز بيكون معناه هل. اكسلنت، برافو عليك. يبقى دو هنا معناها هل، يو معناها انت، هاف معناها لديك او عندك، وخدناها السيستر معناها اخت. يبقى هل انت عندك او لديك اخت؟ يعني انت عندك اخت. هل انت عندك اخت؟ طيب هنجاوب بقى، هنرد ايه؟ ها السؤال اللي بيبدأ بهل بتبقى اجابته يا اما نعم يا اما لا. تعال اثبت لك كده بالدليل ان السؤال اللي بيبدأ بهل بيكون اجابته نعم او لا. فرضا دلوقتي سألتك وقلت لك هل يا محمد انت النهاردة صحيت الصبح بدري؟ ها هترد على تقول لي ايه؟ يا ميس نعم انا النهاردة صحيت بدري، او لا يا ميس انا كنت سهران وقاعد بتفرج على التلفزيون، او قاعد على اللاب، او قاعد على التاب ونمت متاخر وبالتالي ما صحيتش بدري. يبقى دلوقتي السؤال لما انا جيت سالتك وقلت لك هل كذا كذا كذا، انت رديت عليا وقلت لي يا اما نعم يا اما لا. نفس الكلام اقول لك do you have a sister، هل انت عندك اخت؟ يا اما هتقول لي yes i do، يا اما هتقول لي no i don't. عملت ايه يا ميس؟ حطيت yes يا اما حطيت نو. يس معناها نعم، ونو معناها لا.
وبعد اليس او النو بحط كومة كده صغيرة، وبعد كده ببدل الاماكن ما بين اول كلمتين اللي هما دو ويو. يعني بتبدل الاماكن، يعني بنخلي الاولى تيجي التانية والتانية تيجي الاولى. هي كانت في السؤال دو يو، يبقى هتنزل في الاجابة اي دو. ايه ده يا ميس، امال يو راحت فين؟ يو في الاجابة بتنزل اي، ودي كده احطها معلومة اوعى تنساها. اليو في السؤال بتنزل في الاجابة الى ايه؟ اي، وساعات بتنزل وي. يبقى يا اما هقول يس اي دو، ايوه فعلا انا عندي اخت، يا اما هقول نو اي دونت. عملت ايه؟ حطيت النو وعملت الكومة وعملت كروس ما بين اول كلمتين، اليو نزلت في الاجابة الاي والدو نزلت زي ما هي. طب ايه حكاية الان ابوستروفي تي؟ الان ابوستروفي تي اختصار لكلمة نوت، وبرضو دي معلومة تانية لازم تخلي بالك منها. طالما لقيت نو لازم تحط نوت، طالما لقيت النو لازم تحط نوت. هتحط نوت اللي هي ان او تي صح، هتحط ان ابوستروفي تي صح، الاثنين صح، لكن لازم تحط واحدة منهم طالما كانت اجابتك ايه؟ نو. تعالوا نشوف السؤال اللي بعده. Does he have a brother؟ تعالوا نترجم كلمة كلمة. Does في أول السؤال بيكون معناها هل، برافو. هي معناها هو، have معناها لديه أو عنده، a brother أخ، هل هو عنده أخ. يا إما هقول yes he does، يا إما هقول no he doesn't. عملت إيه؟ جاوبت بيس أو جاوبت بنو، وبعد كده عملت الكومة الصغيرة، عملت كروس ما بين أول كلمتين، بدل ما هي does he هتبقى هي داز. هل يا ميس اللي هي بتتحول؟ لا، اللي هي بتنزل زي ما هي، الوحيده اللي بتتحول اللي هي اليو. وفي النو هقول نو هي دازنت، ما ننساش ان ابوستروفي تي. دو يو هيلب ات هوم؟ دو هل، يو انت، هيلب تساعد، ات هوم في المنزل، هل انت تساعد في المنزل؟ رديت وقلت يس نعم. اي انا ميك ماي بيد، ميك ماي بيد معناها برت او بروق السرير بتاعي. يبقى هنا جاوبت بيس. طبعا هنا المفروض احنا نكون اولاد وبنات شطار وما نقولش نو، ما نقولش لا احنا مش هنساعد، لا نقول يس ونقول الحاجه اللي احنا بنعملها. فهنا قلنا يس اي ميك ماي بيد، ايوه انا برتب السرير بتاعي. ممكن حد تاني يقول يس ايوه اي تايدي ماي تويز، تايدي ماي تويز معناها ارتب العابي. يبقى make my bed ارتب السرير، tidy my toys ارتب ايه؟ العابي. خلاص كده يبقى ده الموضوع، السؤال اللي بيبدأ بدو does. يهمني جدا جدا اللي احنا نعرف ان دو بتيجي مع الاي واليو والوي والذي او اي اسم جمع، وان الداز اللي فيها اس بتيجي مع الهي والشي والات او اي اسم مفرد. ان السؤال اللي بيبدأ بدو او داز بتكون اجابته yes or no، ولازما no احط معاها كلمة not او ان apostrophe t. خلاص كده. ودلوقتي هناخد مقارنة الصفات. اتكلمنا في اول الفيديو عن الصفات وقلنا الصفات يعني بوصف حاجة او بوصف شيء معين. دلوقتي هناخد مقارنة الصفات. يعني ايه؟ يعني انا ممكن اقارن ما بين شخصين في صفة معينة. يعني ممكن مثلا اقارن ما بين احمد ومحمد في صفة الطول. يعني عايز اقول مثلا احمد اطول من محمد، عايز اقول جودي اقصر من سلمة، عايز اقول هنا اكبر في السن من اخوها، وهكذا. يبقى انا النهارده عايزه اقارن بين شخصين واستخدم صفه معينه. طب يا ترى دلوقتي انا هعمل ايه؟ قال لك كل اللي انت هتعمله اللي انت هتحط الصفه وهتزود لها اي ار، وبعد كده هتكتب كلمه than. الصفه اي ار than، التي والاتش هنا بيتنطقوا ذا. طب الاي ار دي يا ميس هحطها فين؟ الزقها جنب الصفه على طول. يعني لو الصفه عندك مثلا tall هتبقى taller than، لو الصفه عندك short هتبقى shorter than، لو الصفه مثلا عندك old هتبقى older than. يبقى انا بحط الصفه وبلزق فيها اي ار وبعد كده بحط كلمه than. طب كده معناها ايه يا ميس؟ طب tall لوحدها كان معناها طويل، طب taller than معناها ايه؟ اطول من، shorter than اقصر من، لان short لوحدها معناها قصير. طب older than اكبر من، لان old معناها كبير في السن. طب هل انا كده جملتي كاملة؟ لا طبعا، لازم بقى احط الشخصين اللي انا بقارن ما بينهم. فلو انا عايزة اقول دلوقتي احمد اطول من هاني، يلا الكلمة اللي انا هقولها هترجمها. انا قلت ايه الاول؟ احمد اهي، احمد
اطول من هاني. ها اتفقنا وتعودنا ان جملتي لما ما يكونش فيها فعل لازم احط لها الفيرب تو بي. هنا جملتي ما فيهاش فعل فلازم احط الفيرب تو بي قبل اي كلام، فهقول احمد از اطول من، محدش يقول لي تول، لا تول طويل، لكن اطول من هتبقى taller than، يبقى احمد از taller than، وبعد كده كلمة هاني اللي هي هاني. يلا الجملة اللي بعد كده، هنا اقصر من علي. يلا هنا اهي، هنا اقصر من علي. ها جملتك هنا فيها فعل؟ لا يا نسمة فيهاش، يبقى لازم انا احط الفيرب تو بي، يعني اقول هنا تكون اقصر من علي. طبعا الفيرب تو بي اللي هيمشي مع هنا اللي هو يعتبر اسم مفرد اللي هو هيبقى از، فهقول هنا از. يلا اقصر من، ها قصير يا ميس يعني شورت، بس اوعى تكتب شورت، اقصر من هتبقى shorter than، فهقول shorter than. واخر حاجه كلمه ايه؟ علي، هنزلها زي ما هي. اخر جمله معايا، ابي اكبر سنا من امي. يلا نترجم، ابي اهي my dad، محدش يقول dad، dad معناها اب، لكن انا بقول ابي، بابايا انا، يبقى لازم انا احط صفه الملكيه my. my dad ابي is older than، اكبر سنا من my mom امي. يبقى خلي بالك جدا وركز ان الصفه بتاعتك طالما لقيت فيها ER يبقى لازما هتلاقي كلمه ايه؟ than. يبقى ده موضوع مقارنه الصفات بمنتهى البساطه. كده هناخد مع بعض جزء الفونكس. جزء الفونكس النهارده بيتكلم لي على حرفين او صوتين، صوت الش وصوت التش. الش بيعملوا حرفين الاس والاتش، يبقى الاس والاتش لما اشوفهم جنب بعض يبقى هيعملوا لي صوت الش. ش زي كلمة شاب، شاب سفينة، شورت، شورت قصير، شيك هاندز، شيك هاندز اللي هي يتصافح بالايه؟ باليد. لكن السي والاتش بيعملوا لي ساوند تش تش، خلي بالك عشان ما تتلخبطش ما بينهم، الاس اتش ش، لكن السي اتش تش تش. زي كلمة تشير كرسي، تشير كرسي، تيتشر مدرس او معلم، teacher مدرس او معلم، child طفل، child طفل. فضل طبعا ان انا ادرب ابني على حفظ الكلمات بتاعه الجزء الفونكس دي من خلال جمل، لان كلمات الفونكس كلمات مهمه، فادربه على ان هو يقولها في جمله. فهنقول مثلا it is a ship، ship يعني سفينه، بتكلم على حاجه غير عاقل، عشان كده قلت it is a ship، انها سفينه. my sister اختي is short، my sister اختي تكون قصيره، وهي طبعا حطيت الفيرب تو بي عشان جملتي بتتكلم على صفه وما فيهاش فعل، فلازم احط الفيرب تو بي. they shake hands، they هم shake hands بيتصافحوا، جمله عاديه جدا. it is a chair، it is a chair انه كرسي، برضو بتكلم على حاجه غير عاقل عشان كده استخدمت معاها it is. اخر جمله معايا، my teacher is funny يعني معلمي بيكون ايه؟ مضحك. اوكي اخر حاجه معايا النهارده بعض الكلمات المهمه. اول كلمه معايا هي كلمه toys ومعناها العاب، toys العاب. kitchen مطبخ، kitchen مطبخ، kitchen مطبخ. bed سرير، bed سرير. small صغير عكسها big كبير، ودي برضو تعتبر adjectives صفات، small صغير عكسها big كبير. scissors مقص، scissors مقص. ليه مس دي كلمه صعبه عليا؟ طب تعالوا نغنيها، s c i s s o r s، again s c i s s o r s، يبقى scissors معناها ايه؟ مقص. الكلمه اللي بعد كده glue معناها صمغ، glue صمغ. الجي هنا اتنطقت ج ج، جلو. اليو والاي هنا اتنطقوا اكنهم او او، جلو. صوره بيكتشر، صوره بيكتشر. هنا حرف السي اتنطق ك عشان جه بعديه حرف التي، التي يو ار اي، المقطع ده كده بننطقه تشر تشر، فهتبقى بيكتشر بيكتشر بيكتشر. اوكي اصدقاء معناها فريندز، friends f r i e n d s friends، طبعا مفردها friend صديق. يلون معناها color، color وتمشي برضو معناها لون، يعني ممكن تمشي اسم noun ممكن تمشي verb فعل. color يلون، وطبعا هنا السي اتنطقت ك، color. اخر كلمه معايا شجره معناها tree، شجره tree. اوكي
بكده نكون خلصنا مع بعض وحدة النهاردة. وحدة النهاردة كانت دسمة شوية وتقيلة انا عارفة، بس مع اولادنا كده بالراحة وسنة سنة وعلى قد استيعابهم بنمشي معاهم. بالنسبة لأولياء الامور اللي بتشتكي ان الجرامر كبير على طفل في اولى وان هو يعني كتير ودسم، انا معاكم ماشي، بس مش لازم ابني يستوعب الجرامر بنسبة 100% في الوقت الحالي. انا لسه ابني في اولى ولسه بأسسه، الحاجات دي هتتعاد تاني في سنة تانية وهتتعاد تاني في تالتة وهتفضل معاك وانت طالع. مش لازم ابني يكون يعني اتقنها بنسبة 100%، لا، يعني انا ابني لو اتقنها بنسبة 70-80% انا راضية عادي خالص. ليه؟ لان هو سنه او هي قدراته كده، يعني ما حملش على ابني وامشي معاه واحده واحده، والحاجات دي كلها باذن الله هتتكرر تاني وهياخدها تاني. اتمنى ان فيديو النهارده نكون استفدنا منه. يا ريت لو عجبنا الفيديو نشترك في القناه عشان يوصلنا كل جديد، وندوس لايك عشان نرفع الفيديو واكبر قدر من الناس يشوفوه. اشوفكم على خير وسلام عليكم.